شخص يصفع الرئيس الفرنسي خلال زيارته لجنوب شرق فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة شريف ياسين. سامحوني الفيديو ده غريب شوية عن محتوى القناة، ولكن الرئيس الفرنسي ماكرون حبيبي من أيام الصور المسيئة للرسول لو فاكرينها. اللهم لا شماتة. الموضوع عزيزي المشاهد ان الرئيس مانويل ماكرون الرئيس الفرنسي كان في زيارة لمنطقة دروم جنوب شرق فرنسا، وطبعا خلال الزيارة كان في ناس بتشاهد الزيارة وبتشاهد الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي بتاعهم بقى، وبيشهروا له وبيعملوا له باي باي والكلام ده، وهوبا خدته جلالة وراح يسلم على الجمهور عشان يعني، وهوبا واحد محترم بيسلم على الرئيس ماكرون وبيقول له كلمتين بالفرنساوي. طب قال له ايه؟ تعالوا نسمع. مونجوا سان دوني ابا لا ماكروني. يعني ايه الكلمتين دول؟ دي هي صرخة الحرب اللي كانت بتتقال في اواخر القرن ال19 بالنسبة لعودة الملكية في فرنسا. ده الشعار اللي دايما تقوله، حركة متشددة جدا فرنسية بتنادي بعودة الملكية الى فرنسا، وبتطلق على اسمها اسم العمل المباشر، حركة العمل المباشر. الرئيس ماكرون بقى قبل ما ترجم الكلمتين وابتدى يفهمهم، هوبا كان الرجل الطيب ده جه راح اللي طرقه ما يتحسبش، وطبعا هاجت الدنيا وزاطت الدنيا والامن تدخل وزقوا الرئيس ماكرون على جنب وقفشوا في الراجل الطيب ده اللي اداله القلم المتين. طب يا شريف عقوبته ايه؟ الراجل الطيب ده هيروح فين؟ عزيز المشاهد لو ثبتت عليه التهمه وهي التعدي على موظف عمومي اثناء تأدية وظيفته، هيكون عقوبتها يعني حبس 6 شهور وغرامه ماليه مثلا كام 1000 جنيه كده. يا بلاش. ده الفيديو بتاعنا النهارده، ودي الاخبار اللي وصلتنا حتى الان. هنتابع الموضوع مع بعضنا، تابعونا لمزيد من الاخبار حول هذا الموضوع. كان معكم شريف ياسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.